مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى المسائية، إطلالتكم اليومية على أبرز الموضوعات والقضايا. وفي فقراتنا الليلة نتابع: لليوم 18 الحراك اللبناني يتواصل للمطالبة برحيل النخبة السياسية، والرئيس عون يعترف أن الشعب فقد الثقة في دولته. وبقلكن انه كمان انا بحبكن، انا بحبكن كلكن. 3 سنوات مرت على قرار تعويم الجنيه، فهل تحسن الاقتصاد المصري ام غرق المواطن في دوامة الغلاء والديون؟ لن يحدث تصعيد في الاسعار للسلع الاساسية، ومطالب الناس مهما حصل، ومش هيحصل حاجة للدولار يعني، لكن بقول مهما حصل للدولار، انت الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا. هنية يعلن موافقة عباس على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، فهل تكون الانتخابات خطوة نحو المصالحة بين فتح وحماس؟ تلقينا من الأخ الدكتور حنا ردا من الأخ أبو مازن بالموافقة على الإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام السوداني تطالب بالإسراع في التحقيقات بشأن المفقودين أثناء فض اعتصام القيادة العامة. لليوم 18 يتواصل الحراك اللبناني في بيروت ومدن لبنانية عدة للمطالبة بمحاسبة النخب السياسية ورحيل الطبقة الحاكمة في البلاد. وتحت شعار أحد الوحدة دعا المتظاهرون إلى الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية، كما أكدوا على ضرورة محاسبة الفاسدين وتحسين مستوى المعيشة. من جهته أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الشعب اللبناني فقد ثقته في دولته، مؤكدا على وجوب العمل لترميم تلك الثقة. وأضاف عون في كلمة توجه بها إلى الآلاف من أنصاره والذين احتشدوا خارج قصر بعبد الرئاسي أن خريطة طريق وضعت لمعالجة 3 ملفات، وهي الفساد والاقتصاد والدولة المدنية. وتعهد عون بمحاربة الفساد وتحسين الاقتصاد وبناء دولة مدنية، وحذر من تحول الوضع إلى ساحة ضد ساحة. كثرة الساحات، شعب ثار يعيش بالوقت حقوقه مفقودة، فقد ثقته بدولته، وهيدا المشكلة الكبير يلي لازم نرجع الثقة للدولة. ساحات كتيرة ولازم ما حدا ياخدها ساحة ضد ساحة، لأنه الساحات الجديدة بدها دعم، بدها جهاد. رسمنا خارطة الطريق وهي ب3 نقاط: الفساد، الاقتصاد، والدولة المدنية. وثلاثتهم منو سهلين للتحقيق، بدنا جهدكم. بدوره انتقد وزير الخارجية جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، انتقد قطع المتظاهرين للطرق والشوارع الرئيسية، مضيفا أن شعار كل يعني كل يجب أن يكون للمساءلة وليس للظلم على حد تعبيره.
الخطأ الأكبر يا رفاقي بالتيار الوطني الحر هو يلي أكتر شيء منفتخر فيه، وهو يلي بسببه عم ندفع الثمن الغالي وعم نتعرض لحملات موجهة ضدنا. بلشوا الناس الطيبين بكلهم وأن هو المحركين الأساسيين فينا وحدنا، وانتقلنا من كلهم لوحدهم لأنه الهدف الأساس هو إسعاط العهد والحزب السياسي لألنا. بس أنا بقلكن أنه ما حدا بيقدر يلغينا لأنه نحن شعب، نحن مش بس تيار، نحن شعب. وفي رد فعلنا على خطابي عون وباسيل، نشر وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تغريدة على تويتر قال فيها: الوضع عاد إلى المربع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى 30 عاما مضت. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بيروت الدكتور زياد خياط، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل. أرحب بك معنا دكتور، كما أرحب بضيفي أيضا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من بيروت بالسيد ظافر ناصر أمين عام الحزب التقدمي الاشتراكي. وينضم إلينا أيضا عبر سكايب من بيروت السيد ريشار قيوم جيان وزير الشؤون الاجتماعية المستقيل. وينضم إلينا عبر سكايب من بيروت القيادية بالتيار الوطني الحر ناجي حايك. أرحب بكم جميعا، ودعوني أبدأ مع السيد ظافر ناصر أمين عام الحزب التقدمي الاشتراكي. إذا وليد جنبلاط يقول أن المشهد الحالي في لبنان يعود إلى 30 عام مضت، ووصف هذا المشهد بأنه فارغ وكلام شعبوي. هل لك أن توضح لنا ما المقصود من كلام السيد جنبلاط؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. أولا المشهد يتحدث عن نفسه بكل صراحة ويوضح يعني ما يقوله رئيس الحزب لسبب بسيط. هناك انفصام تام بين الواقع الذي يعبر عنه اليوم الشعب اللبناني في كل المناطق اللبنانية المطالب بحقوقه وبكرامته وبعيش كريم، والمطالب أيضا بيعني تغيير هذه الطبقة السياسية بكاملها، بينما نرى العهد الحاكم في البلاد اليوم يعني لا يجرب حتى أن يلامس المطالب الدنيا للشعب بالحد الأدنى للشعب اللبناني على الإطلاق. وأنا سأتطرق مباشرة من الحدث نفسه اليوم في بعبدة، عندما نتحدث عن مساواة بين اللبنانيين، عندما نتحدث أن هذا الشعب الذي يطالب بحقوقه إنما هذا العهد هو مؤمن بهذه الحقوق وهو يسعى لهذه الحقوق. نعم. كيف يقبل بأن يتحول ما يسمى بيت الشعب إلى بيت جزء من هذا الشعب يحق له أن يتظاهر مؤيدا للرئيس ومؤيدا لتيار سياسي داعم للرئيس، بينما فريق آخر من اللبنانيين الذين يطالبون بهذه الحقوق الوطنية والاجتماعية والاقتصادية يمنعون حتى من ملامسة يعني أبعد طريق إلى قصر بعبدة. فعن أي إصلاح نتحدث؟ عن أي مكافحة فساد؟ عن أي مساواة بين اللبنانيين؟ عن أي حقوق يعني هذا العهد يقربها؟ لذلك نعم، والخطاب السياسي اليوم للأسف رغم كل هذا التحول في المشهد اللبناني مأسور بيعني 30 عام مضوا من الحرب الأهلية في لبنان و30 عام ما بعد الحرب الأهلية، للأسف مأسور بكل هذه الاعتبارات بدل أن نطل على الشعب اللبناني بعدم نكران لهذا الواقع، بعدم نكران لهذا التحول القائم، بعدم نكران لصرخة الناس، بعدم نكران لوجع الناس، أن نطل بخطاب سياسي مستقبلي يفتح الأفاق أمام اللبنانيين، نبقى مأسورين إلى الماضي بكل سلبياته التي لن يعني تؤتي بأي نتيجة لهذا الشعب الموجوع اليوم.
هذه نقطة مهمة للحقيقة، دعني أذهب بها للسيد ناجي حايك القيادي بالتيار الوطني الحر وهو تيار الرئيس عون. أنتم الرئيس عون حتى على لساني قال لا نريد ساحة أمام ساحة، وإذ به يقوم بإنشاء ساحة أمام قصر بعبدة، والسيد ظافر يقول كيف تحولون بيت الشعب قصر بعبدة الرئاسي لجزء من جزء من الشعب اللبناني على حساب بقية الشعب، فما هو ردك؟ أنصار التيار الوطني الحر تداعوا لذهاب إلى قصر الشعب في بعبدة وفي مظاهرة لدعم مواقف فخامة رئيس الجمهورية لا أكثر ولا أقل، ولم يكن هناك أي شعبوية في هذا في الذي حصل، كان دعما للرئيس فقط. وإذا كنت استمعت إلى كلام فخامة الرئيس ترى أنه وضع خريطة طريق واضحة، ونحن ذهبنا لندعمه بهذه بخريطة الطريق هذه، وخريطة الطريق تقول مكافحة الفساد، إنشاء حكومة تمثل مطالب وتمثل آمال الشعب اللبناني لإنهاض لبنان من الكبوة الاقتصادية الكبيرة التي هو بها. وإن مطالب الساحة المتظاهرين في رياض الصلح هي نفسها مطالب التيار الوطني الحر، ونحن عندما يقال كلهم يعني كلهم، نحن مع كلهم يعني كلهم، يعني أن تكون المساءلة تطبق على الجميع، وعلى الجميع أن يمثل أمام القضاء، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته. وأول من عليه أن يتحمل مسؤولياته هم أنصار التيار الوطني الحر ووزراء التيار الوطني الحر، إذا كانوا يعتبرون نفسهم أم الصبي، ونحن نعتبر نفسنا أننا أم الصبي، ولذلك فعلينا أن نكون القدوة والمثال في هذا المجال. ومن هنا نحن ندعو جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى ملاقاتنا، ونحن حاضرون لملاقاتهم في موضوع مكافحة الفساد، وهذا العنوان هو عنواننا، والساحات هي ساحاتنا. نحن لم نذهب إلى قصر بعبدة لنتحدى أحدا أبدا أبدا أبدا، هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا. طيب يعني يا سيد ناجي، عفوا للمقاطعة، إذا كانت لكم نفس المطالب ونفس توجهات الساحات الأخرى في لبنان، لماذا لم تنزلون إلى رياض الصلح؟ لماذا لم تنزلون إلى الساحات الموجودة التي نعرض بها الآلاف من اللبنانيين الآن، بدلا من أن تصنعوا ساحة جديدة أمام قصر بعبدة؟ هناك المطالب الحياتية هي مطالبنا، ومطالب مكافحة الفساد هي مطالبنا، ومطالب الإتيان بأشخاص لتبوأ المراكز القيادية في الدولة اللبنانية هي واجباتنا كما هي واجبات الآخرين. وأما هناك مطالب أخرى نحن لا نقبل بها، وهنا نلتقي بها مع الكثير من مثلا الحزب التقدم الاشتراكي والقوات اللبنانية. هناك مطالب في الساحات، في ساحة رياض الصلح تدعو إلى مثلا إلى قانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهذا شيء لا نقبل به لأنه يضر بالتعددية. نحن ندعو إلى دولة مدنية، والدولة المدنية نتلاقى بها مع الكثير، مثلا مع الحزب التقدم الاشتراكي ومع القوات اللبنانية، ولكن هناك فريق لا يقبل بالدولة المدنية ولا يقبل مثلا من هذا الفريق الذي لا يقبل بالدولة المدنية للأحوال الشخصية؟ من الفريق الذي لا يقبل بالدولة المدنية؟ يعني إجابة مختصرة. هناك فريق يتكلم، الحقيقة أن هناك فريق كبير من اللبنانيين يتكلم عن الدولة المدنية ولكنه لا يقبل بها، يعني وأنا أعنى به بالمباشر الكلام عن تيار المستقبل وحزب الله لا يقبل بالدولة المدنية، ورغم كلامي حتى حركة أمل لا تقبل بالدولة المدنية. تمام، نحن معنا ممثل من تيار المستقبل. حزب التقدم الاشتراكي يقبل بالدولة المدنية. معنا ممثل من تيار المستقبل، دعني أنقل له هذا. إذن سيد دكتور زياد خياط، السيد ناجي حايك يتهمكم بشكل مباشر، أنتم لا تقبلون بالدولة المدنية في لبنان، ما رأيك؟ يعني أولا هناك فهم خاطئ بالنسبة لتعبير الدولة المدنية، المقصود نحن نقول بالدولة الوطنية التي تنتج مبدأ المواطنة، أما الدولة الحالية فهي دولة مدنية لأنها تعتمد على القوانين الوضعية
باستثناء قوانين الأحوال، قانون الأحوال الشخصية، الذي كون لبنان نظامه نظام طائفي، فهناك التباس يقع فيه العديد من المنظرين السياسيين نحن مع الدولة الوطنية التي تراعي وتعتبر المواطنين سواسية لا تمييز بينهم، ونحن مع المرحلة الانتقالية. وعندما نقول بأن إلغاء القيد الطائفي حسب ما ورد في اتفاق الطائف ويتم تعطيله، وتشكيل مجلس الشيوخ أيضا ويتم تعطيله، فلا أظن أن تيار المستقبل مع هذا التعطيل، فهو من أول المناشدين والمطالبين بتطبيق الطائف بحذافيره وبتفاصيله، والمعروف من يقوم بتعطيل ويستنسب، وهناك استنسابية في تطبيق الطائف. إنما نشاهده اليوم من حراك هو رفض لجميع الطبقة السياسية يا عزيزي. عندما نتحدث عن موضوع الفساد، فهذا الفساد هو عنوان عام، ولكن ألم يتم تشكيل هناك وزير للفساد وحضر الملفات حسب ادعاءاته؟ لماذا لم يتم اتهام وإحالة الفاسدين حينها إلى المحكمة؟ لماذا لا يتم أساسا العمود الفقري لمكافحة الفساد هي أجهزة الرقابة، أجهزة الرقابة التي يتم تعطيلها من قبل التدخلات السياسية، وهي تملك الملفات والمئات والعشرات والآلاف من الملفات على الفاسدين في الإدارة اللبنانية، من المدراء العامين والوزراء والنواب لغاية الحجاب، فلماذا لا يعتمدونها؟ هناك انتقائية في تطبيق القوانين. إلى الآن أنا لا أريد أن أحمل العهد هذه السنوات الثلاثة، وإنما هناك ممارسات سياسية هي التي جعلت الجماهير اللبنانية تسور وتنتفض على الواقع القائم. كانوا يأملون أنه مع قدوم الرئيس ميشيل عون أن تكون هناك نقلة نوعية في هذا، ولكنهم لم يتم أي تعديل من السلوك والأداء السياسي العام لجميع الأحزاب. هذه الانتفاضة هي انتفاضة شعبية بامتياز عابرة للطوائف. أنا أخشى أن تكون هناك محاولة حاليا لتفريغ هذا الحراك الوطني الاجتماعي الشعبي من مضمونه من خلال رفع بعض الشعارات الشعبوية، بعض الشعارات الطائفية، بعض الشعارات الفئوية. أنا كنت أتمنى أن تكون من قبل من يحاول أن يفرغ، عندما أن يطرح مسألة الطائفية مرة أخرى. عندما يتم الإشارة إلى أن هناك تحركات مطالب طائفية أو مذهبية استنادا إلى بعض الشاذين من خلال المظاهرات، أو قد يكونوا مدسوسين ويحاولوا أن يعطوا طابع أن هذا الطابع طابع طائفي أو مذهبي لهذا الحراك، فهذه هي المخاطر. لغاية الآن الجماهير اللبنانية المنتفضة أدركت الفخ، لم تقع فيه، جميعهم يحملون العلم اللبناني. نرفض رفضا قاطعا أي من أي طرف أن يرفع العلم الحزبي لكي نعم وضحت الفكرة، لأن هذا هو المطلوب ممن يريدون ماذا يا دكتور؟ أكمل الفكرة حتى أنتقل لضيف آخر. لأنهم هالهم. أنا هنا لا أريد أن أستثني أحد. جميع القوى السياسية تحاول أن تغرف من هذا الحراك، وتحاول أن تجير جزء منها، وأن يقولوا أن هذه المطالب مطالبنا. فإذا لماذا لم يتم التجاوب مع هذه المطالب منذ سنوات عديدة؟ إذا كانت هذه المطالب، قد يقول البعض منهم أننا لم نكن في السلطة. صحيح لم تكن في السلطة مباشرة، ولكن جميع الطقم السياسي، جميع الأحزاب السياسية كانت مشاركة بالسلطة بطريقة أو بأخرى على الأقل
منذ 15 عاما. صحيح. سيد ريشار، سيد ريشار من هنا، من هنا كانت الانتفاضة ضد جميع الأطراف السياسية. سيد ريشار يعني اسمح لي، إذا استمع أي أحد بعيد عن الشأن اللبناني الآن إلى ما ذكره الرئيس عون اليوم أو الوزير جبران باسيل أو أي حد أحد من الطبقة السياسية، يشعر أن هؤلاء هم من فجروا هذه الثورة وهذا الحراك اللبناني. إذا كان الجميع يتبرأ من الفساد ويحارب الفساد، من الفاسد؟ من الذي نزل الناس، آلاف الناس أو مئات الآلاف إلى الشارع اللبناني يطالبون بمحاسبته من وجهة نظرك؟ سيد العزيز، الناس الموجودة في الشارع اليوم هي فقدت الثقة بكل طبقة السياسية الموجودة. لذلك الحقيقة الجميع يهتم، يعني خاصة السلطة القائمة وما نشهده من تحركات، يعني يهتمون بأمور كثيرة، والمطلوب واحد، المطلوب حكومة اختصاصيين تعيد الثقة للشعب وليطمئن الشعب إلى مستقبله، ليطمئن إلى أن هذه الطبقة غير فاسدة وهي لتقوم بمهامها بإنقاذ الوضع المالي الاقتصادي وبمحاربة الفساد والمضي بالأمور التي يطلبها الشعب. الحقيقة أنه أنا كنت اليوم أمام مشهد الذي رأيناه في تحركات البلاد، يمكن اختصاره أنه بالشكل أنا يعني طبعا يحق لكل حزب، لكل مجموعة ولكل تيار أن يعبر عن رأيه في الشارع من خلال تظاهرات، من خلال احتفالات إلى آخره. ولكن أنا كنت أريد أن أرى فخامة الرئيس أن يبقى رئيسا للجمهورية، رئيسا لكل اللبنانيين، وألا يكون جزء من احتفال حزبي، برغم أنه ما نادى به الذين كانوا موجودين هناك لدعم الرئيس وإلى آخره. هذا في الشكل، ماشي الحال. بالمضمون حقيقة طبعا كان هناك توجيه عدة رسائل. الرسالة الأولى هي للمحاسبين أنفسهم، لأنه كانوا وقعوا في إحباط وفي في في وضع تراجعي إلى حد ما. طبعا هالخطوة كانت لاستنهاض الحزبيين المنتمين إلى التيار الوطني. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية كانت للمتظاهرين الآخرين الذين يملؤون الساحات، وليقول لهم أنه خي مثل ما أنتم في شارع، مثل ما أنتم في تحركات، نحن أيضا نملك الإمكانية لتحركات، ولكن أمام الساحات الكبيرة وأمام الانتفاضة الجامعة للطوائف وللمناطق اللبنانية، رأينا شارعا اليوم برغم وجود شعب وعدد من الناس، بس ولكن كان مقارنة مع الساحات الكبرى كان شارعا صغيرا يعبر عن رأيه. الرسالة الثالثة اللي حب يوجهها برأيي أنا الوزير باسيل هي للرئيس الحريري، أنه لا يمكنك أن تضع أي فيتو. أنا أمثل ما أمثل وأريد أن أكون جزء أساسي من الحكومة المقبلة. أنا هكذا أرى بالمضمون ما حصل اليوم. هو الرئيس سعد الحريري هو الذي يضع هذا الفيتو أم أطراف أخرى خلف الرئيس الحريري؟ مش فيتو بقدر ما هو، يعني يعرف الرئيس الحريري تماما أن الانتفاضة الشعبية والحراك الشعبي القائم حاليا وما شاهدناه بالمساء حقيقة ردة فعل معبرة، وتقول بالفم المنقال أنه نحن نريد حكومة مستقلة عن كل الطبقة السياسية التي حكمت. من الذي يمنع قيام حكومة مستقلة سيد ريشار؟ حتى الآن لا أريد أن أحكم على النوايا. ما يطلبه المتظاهرون اليوم وما نطلبه نحن المضي بالاستشارات بأقرب وقت ممكن لتعيين، لأنه عندنا آليات دستورية نحترمها نحن، خلينا نلجأ إلى الاستشارات النيابية، ومن هذه الاستشارات الملزمة يكلف رئيس حكومة وهو يقوم بالتشاور مع فخامة الرئيس ومع القوى الموجودة لتأليف حكومة. هذا هو المطلوب، والمطلوب بأسرع وقت ممكن، لأنه أنت ترى الغليان كيف هو في الشارع. ابقى معي سيد ريشار، سأعود إليك. انضم إلينا الآن عبر الهاتف من بيروت الكاتب والمحلل السياسي غسان جواد. سيد غسان أحييك،
للحقيقة مشهد اللي يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد غسان جواد، لكن هناك نقطة قبل أن أذهب للسيد ظافر ناصر أذهب بها للسيد ناجي حايك. للحقيقة ما الذي يؤخر الرئيس عون فيما يخص فكرة بدء الاستشارات النيابية لاختيار شخصية لقيادة حكومة مستقلة أو تكنوقراط أو أيا كانت؟ ما الذي يمنعه من هذه الخطوة الآن؟ إجابتين إلى الدكتور المعالي الوزير غويوم جيان الذي قال أن كلام الرئيس لشد عصب التيار الوطني الحر المحبط. كلام الإحباط على التيار الوطني الحر هو بسبب قطع الطرقات وعدم قدرته على التنقل وعدم سماح قيادته له بفتح الطرقات بالطريقة التي قطعت فيها الطرقات. ولذلك كنت أتمنى عليه عدم الكلام عن موضوع إحباط التيار الوطني الحر مع كامل محبتي، وهو يعرف هذا الأمر. أما بالنسبة لموضوع مكافحة الفساد، كلمتين الدكتور ممثل تيار المستقبل أيضا الذي يقول لماذا لم تتم مكافحة الفساد عندما تأتي أكبر سلطة دينية وتقول أن شخص مثل الرئيس السنيورة هو خط أحمر ممنوع سؤاله، وعندما يكون عندما يرفض وزيرين لتيار المستقبل المثول أمام القضاء الاستماع إلى إفادتيهما ويرفضان علنا هذا الأمر متغطين بطائفتهما وبحزبهما، وعندما يعتقد القضاء بأنه إذا تم استجوابهما أم جلبهما بالقوة بقوة القضاء يعني سوف يتسبب الأمر بمشكلة في الساحة، هذا هنا هو لب المشكلة ولماذا لا يتم مكافحة الفساد. أما بموضوع الذي يقال عن تشكيل الحكومة، الاستشارات النيابية سوف تحصل يوم الثلاثاء وقد أعطى الرئيس 3 أيام لبدئها لأن هناك فرقاء سياسيين أرادوا التشاور مع دولة الرئيس سعد الحريري للوقوف على رأيه من موضوع الحكومة المقبلة. فريق مثلا مثل القوات اللبنانية الذي يريد حكومة تكنوقراط عليه أن يتشاور مع الرئيس الحريري إذا كان الرئيس الحريري سوف يلبي طلبات القوات اللبنانية بما يخص حكومة التكنوقراط قبل تسميته. وهناك فريق التقدم الاشتراكي وأمل والتيار الوطني الحر، كل هذه المشاورات وجب أن يعطى لها الوقت قبل البدء باستشارات النيابية. الاستشارات النيابية سوف تحصل يوم الثلاثاء بعد أن يقرر كل فريق من الفرقاء السياسيين أي شخصية سنية سوف تمثله أو سوف يصوت لها أمام فخامة الرئيس. أنت ذكرت مسألة أخيرا مقصودا أبداً. نعم، أنت ذكرت اتهام فيما يخص تيار المستقبل وفيما يخص رئيس الوزراء السابق السنيورة، فأنا مضطر أن أنا أذهب لي الدكتور زياد خياط ليرد على هذه النقطة تحديدا. دكتور زياد تفضل. دكتور زياد خياط. أنا نزيه خياط إذا ما تفضل. أولا بالنسبة لي أيوة ما بالنسبة لي الزميل في التيار الوطني الحر، نحن لم نقل أبدا أننا ضد أي محاسبة، ولكن عندما تكون هذه الصدفة في كل مرة تكون الصدفة انتقائية وتطال أحد رموز تيار المستقبل، فبالتالي ألو أسمعك دكتور، أسمعك تماما. ألو. تفضل أسمعك يا دكتور. طيب يبدو أن الدكتور ألو. طيب فقدنا الاتصال. عندما طيب تفضل يا دكتور أكمل يا دكتور. هناك انتقائية عندما يكون انتقائية في تحديد الفاسدين أو التوجيه الاتهام إلى أحدهم، فهذا يعني أن هناك كيدية سياسية. إن معالجة الفساد ومكافحة الفاسدين يجب أن تكون ضمن سلة كاملة، والرئيس السنيورة فقط لأخذ العلم للمشاهدين هو من طالب بلجنة بمكتب تحقيق مالي دولي لكي يحقق منذ أن تسلم المسؤوليات
الرسمية، فبالتالي هو لم يتهرب من مسؤولياته، ولكن عندما تكون هناك كيدية سياسية طبعا هذا يخلق ردات فعل، وهذا يعني أن من يحاول أن ينتقي أي أنه يريد أن يعمل تعمية على الفاسدين جميعهم، وبالتالي نتيجة الاختلاف السياسي الذي كان سائدا في تلك المرحلة يحاولون إعادة إنتاج هذا الاصطفاف. نعم. باعتبار أنه أن ميزان القوى يسمح لهذه القوى أو تلك من تصفية حساباتها مع هذا الطرف، هذا من ناحية. ثم أنا أعيده إلى مدير عام المالية الذي عند فورا وبمؤتمر صحفي أعلن، وهو ليس على علاقة جيدة مع رئيس السنيورة لأخذ العلم، أعلن بأن ما يتم التوجيه الاتهام إليه للرئيس السنيورة ب 11 مليار دولار أن جميع الفواتير والأوراق الرسمية مبوبة وهي موجودة لديه، وهي من أفضل الأوراق التي والمستندات التي نظمت في عهد الرئيس السنيورة. بمطلق الأحوال فالرئيس السنيورة ليس بحاجة لأحد أن يدافع عنه، فهو أجرى مؤتمر صحافي رد وفند بالأرقام وبالوثائق المالية على هذه الاتهامات. أما بالنسبة لموضوع بموضوع الاستشارات، فأنا باعتقادي أن هناك نص دستوري واضح، عندما تستقيل الحكومة يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات، لا تتم الطبخة الحكومية قبل الاستشارات التي تلزم عملية تكليف الرئيس العتيد. فنحن في 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 مخالفة في تفسير وفي تفسير دستوري لا أعرف، لأنه بتاريخ لبنان الدستوري بالقانون دستوريا لم تحصل هذه الترتيبات المسبقة لعملية الاستشارات الملزمة والتي على أساسها يتم تكليف الرئيس المقترح. ابقى معي ابقى معي دكتور، سأعود إليك عفوا للمقاطعة حتى نعطي فرصة للسيد ظافر ناصر، أنا تأخرت عليه كثيرا للحقيقة، أمين عام الحزب التقدمي الاشتراكي. يبدو أن هناك اتهامات واتهامات مبادلة بين كل الأطياف السياسية في لبنان. أنتم في الحزب التقدمي الاشتراكي كيف ترون الخروج من هذه الحالة؟ لأني أنا قرأت كلام للسيد جنبلاط يتحدث على أن هناك تيار سياسي معين في لبنان يريد أن يضع فيتو على الحياة السياسية اللبنانية. تفضل. لا يريد، هو قام بذلك منذ 3 سنوات إلى الآن، وهذه الثقة المفقودة من قبل الشعب اللبناني بالطبقة السياسية اللبنانية هذا أمر صحيح، ولكن أبلغها قد يكون في هذه 3 سنوات، لأننا نرى خطابات وشعارات كما قلت في البداية، ونرى سلوكا سياسيا يعني معاكسا كما نرى الآن في مسألة الاستشارات النيابية. مسألة الاستشارات النيابية وتأخيرها هو انتهاك فاضح للدستور اللبناني، هو انتهاك فاضح للحياة السياسية وللمؤسسات السياسية والدستورية اللبنانية، وهي تمارس بغية الضغط أو مزيد من الضغط على دولة الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة حتى قبل تكليفه بشكل رسمي وبشكل دستوري. واسمح لي أيضا في هذا الإطار وفي هذا السياق نفسه، لهذا السلوك السياسي، لهذا النهج السياسي، لهذا الأداء السياسي، عندما نتحدث عن دولة مدنية وعندما نتحدث عن الطائفية السياسية كما ورد في خطاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وكما ورد في الخطاب الشعبوي للوزير باسيل اليوم، عندما نتحدث عن هذه العناوين لا يمكن على الإطلاق أن نخطو خطوة واحدة باتجاه تقدم حياتنا السياسية أو نظامنا السياسي دون إلغاء النظام السياسي الطائفي في لبنان. هو ألف باء التقدم والتطور الحقيقي، هو ألف ومن الذي يمنع المعالجات الحقيقية لكل واقعنا السياسي يعني سواء على مستوى العملية السياسية. من الذي يمنع هذا؟ من الذي يمنع هذا؟ سيدي الكريم، من الذي يمنع هذا التطور بعيدا عن الطائفية؟ من؟ أنا أقول هذه مسألة معقدة يا سيدي،
يا سيدي الكريم، يا سيدي الكريم، هناك قوى سياسية في لبنان متشبثة بهذا النظام الطائفي وتدعو لتطور الحياة السياسية في باقي النواحي. هذه معادلة مستحيلة على الإطلاق. حتى صرخة الناس اليوم على في الشارع، حتى صرخة الناس في كل المناطق اللبنانية. من يا سيد ظافر؟ لم تجبني. من تحدث عنه الدكتور خراط هو حقيقي. يا سيدي، القوى السياسية الأساسية في لبنان التي تحمل فكرا طائفيا، التيار الوطني الحر يحدثنا يوم مساء عن الانفتاح، عن التواصل، عن تجاوز الحياة السياسية الطائفية، وهو يحمل خطاب حقوق طائفة معينة. وهل حقوق هذه الطائفة تختلف عن حقوق طوائف أخرى أو عن حقوق المواطنين الآخرين؟ نتحدث عن الطائفية السياسية، وقد أتحفنا فخامة الرئيس بهذا الجانب في خطابه الأخير، وأتحفنا الوزير باسيل اليوم بهذا الخطاب. ولكن من ينكأ جراح الحرب؟ من يعود إلى 30 سنة إلى الوراء بنكئ جراح الحرب وفتح ملفات الحرب؟ كيف نريد أن نبني لبنان الجديد؟ هذه هي المعضلة الأساسية. هذا النهج منذ 3 سنوات إلى الآن هو الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه، من أزمة سياسية، من أزمة اقتصادية، من أزمة اجتماعية، ومن أزمة وطنية حقيقية. المطلوب في معالجة الأزمة اليوم هو الخروج من هذه الذهنية التي سادت على مدى 3 سنوات، هو الخروج من هذا الأداء. وهذا أيضا مسؤولية قوى سياسية أخرى، ليس فقط العهد، لا، هناك قوى سياسية أخرى داعمة وأساسية في هذه المعادلة، عليها أن تساهم في خروجنا من هذا المأزق بتوجيه البوصلة باتجاه آخر غير ما سارت عليه في 3 سنوات التي مضت. ابقى معي، انضم إلينا الآن أو عاد إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي غسان جواد عبر الهاتف من بيروت. هناك نقطة هامة تحدث عنها أكثر من ضيف ممن يشاركون الحوار الآن، فكرة أن هناك تيار سياسي أو قوى سياسية تريد العودة بلبنان إلى 30 عام، تريد العودة إلى لبنان الطائفية التي تحارب بعضها البعض. يتحدثون عن التيار الوطني الحر، يتحدثون عن حزب الله، يتحدثون عن حركة أمل إلى آخره. للحقيقة، ما حقيقة الأمر من وجهة نظرك؟ هل تتفق مع هذا أم لا؟ يعني نحن سيد الكريم أمام أزمة معقدة ومركبة، لا يستوي معها الكلام السياسي وفق منظور واحد، خصوصا وأن غالبية القوى السياسية التي تدلي برأيها اليوم هي شريكة في الحكم وفي ما وصل إليه البلد منذ العام 92، ولذلك فلنحاكم كل المراحل ويجري تقديم الحقيقة للبنانيين بدل حصر المواجهة اليوم مع فريق سياسي واحد اللي نعتبر أنه يعني شارك في الحكم منذ 13 سنة، هو على الأقل يعني عليه نصف المسؤوليات والالتباسات الموجودة على الآخرين الذين يحاولون التسلق على أوجاع الناس لتصفية حسابات سياسية مع ميشيل عون رئيس الجمهورية في خانة الرئيس، ومع التيار الوطني الحر، انطلاقا من تحالفاتهم وانطلاقا من مواقفهم السياسية. وطبعا هنا مع عدم إغفال أن التيار لم يكن دائما موفقا في تقديم صورته، وأحيانا رفع من منسوب اللغة الطائفية التي كان ممكن أن يقدم نفسه كما هو في الأساس حزبا علمانيا، بدل أن يلجأ إلى هذه اللغة التي تسهل استهدافه. لذلك يعني اليوم نحن نعم نعيش أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، ومنذ انطلاق الاحتجاجات بدأ أن هنالك أزمة عميقة في هذا الجانب. حاول الكثيرون ركوب الموجة، ظل هنالك منسوب وعي عند الناس في الساحات، ولكن موضوع قطع الطرقات يبدو هذا عمل حزبي ومنظم وليس عملا تقوم به يعني المجتمع المدني أو مجموعات يسارية أو غيره. التظاهر هو حق مشروع بالتأكيد، ولكن قطع الطرقات على الناس بهذا الشكل من جزء من الشعب اللبناني
ربما يؤدي إلى نتائج عكسية عكس ما أراده المحتجون. شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي غسان جهت، كنت معي عبر الهاتف من بيروت. كما أشكر الدكتور نزيه خياط عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، وأشكر أيضا السيد ناظر ظافر ناصر أمين عام الحزب التقدمي الاشتراكي، كان معي من بيروت عبر الأقمار الاصطناعية. وقبل أن أذهب للسيد ريشار الحقيقة، لكن سيد ناجي يبدو أن الكثير من الاتهامات سواء كان من قبل يعني السيد ظافر أو حتى الدكتور زياد فكرة الطائفية مرة أخرى، اتهام تيار الرئيس عون بالطائفية، تطييف محاولة العودة للطائفية وثلاثين عام من الفراغ والشعبوي. أنا أعلم أنك رديت على هذا الاتهام، لكن أتيح لك الفرصة مرة أخرى للرد على ما قيل مجددا. مضحك الكلام عن أن تيارنا هو تيار متشدد وتيار طائفي. نحن صحيح نطالب بحقوق المسيحيين لأن كان هناك حقوق مهدورة من زمن الاحتلال السوري للبنان، وهذا الاحتلال السوري هناك أشخاص استفادوا، فرقاء سياسيين استفادوا منه وأمعنوا باستهداف المسيحيين بصورة مباشرة لأنهم مسيحيون. وإن كنت ترى إداء بعض، يمكن أن التيار الوطني الحر يتكلم في بعض الأيام لغة ليست محببة أو شعبوية كثيرا لانه يطالب بحقوق المسيحيين، ولكن هناك فريق من السياسيين يمعن في ضرب حقوق المسيحيين، وهذا هو مثل من يا سيد وجلي. اتكلم عن تيار المستقبل وحركه امل والحزب التقدمي الاشتراكي. السيد وليد جنبلاط في الشوف لا يسمح للمسيحيين باعتلاء من اي منصب في اي من الادارات الرسميه لمنطقة الشوف، وهذا معروف ويؤكد عليه الدكتور كويوم جان. وعندما تقول أنك تريد إلغاء الطائفية السياسية، وأنا إذا كان السيد ظافر ناصر لا يجرؤ على التسمية، أنا أجرؤ على التسمية. وهل حزب الله يريد إلغاء الطائفية السياسية وهو يمثل القسم الأكبر من الطائفة الشيعية الكريمة، وهو حزب يريد ولاية الفقيه ويريد دولة إسلامية؟ لكن أنت ما زلت سيد ناجي، عفوا للمقاطعة، أنت تتحدث عن القوى السياسية، لكن الشارع الآن يا سيد حايك، الشارع الآن هو الذي يرفض الطائفية، الشارع اللبناني هو الذي يرفض الطائفية، فلماذا تعودون إلى هذا المربع مرة أخرى؟ الشارع اللبناني لحظة، الذي يقرر التوجه الناس هو صندوق الاقتراع وليس الشارع، لأن هناك عدة شوارع، فاللاتين من جوني هم أصحاب فكر معين، والآتون من الجنوب أصحاب فكر معين، والآتون من سعد نايل أصحاب فكر معين، اجتمعوا على المطالبة بمكافحة الفساد والمطالبة بلقمة العيش، وهذه مطالب محقة. وهنا أقول أن التيار الوطني الحر مسؤول أيضا عن الفشل في هذا السياق، ولا أنكر أبدا هذا الأمر. ولكن في موضوع الكلام أن أننا طائفيون لوحدنا، هذا كلام غير مقبول. وفي موضوع الدولة المدنية يقول أن هناك أشخاص مستهدفون كما الرئيس السنيورة، لا، منذ أسبوعين ثلاثة أسابيع المدعي العام المالي طلب من الوزراء الحضور للاستماع إليهم، وحضر الوزراء التيار الوطني الحر، وحضر الوزير بطرس حرب الذي ليس من فريق التيار الوطني الحر أبدا، وهو من فريق يمكن أن نقول الأقرب إلى تيار المستقبل، ولكن وزراء تيار المستقبل بكل عنجهية رفضوا المثول للاستماع. شكرا. ونحن لسنا نستهدف أحدا، فقد أول من استدعي هو وزراؤنا. أشكرك شكرا جزيلا سيد ناجي حايك القيادي بالتيار الوطني الحر، كنت معي عبر سكايب من بيروت. وسؤالي الأخير لسيد ريشار، وأنا غبت عنك كثيرا مع الوزير فسامحني، لكن يبدو أن صراعات القوى السياسية والطبقة السياسية التي بدأ أنها مرفوضة من قبل الشارع اللبناني ما زالت تلقي بظلالها على العملية السياسية في لبنان، ما الحل من وجهة نظركم؟ لك ما في شك انه عندنا مشكلة نظام سياسي في لبنان، عندنا مشكلة طائفية، عندنا مشكلة الوصول إلى الدولة المدنية. دعني أوضح على بشكل سريع ما قولني أستاذ ناجي قولا أو رأيا، أنا أعبر عن رأيي، هو اعتبر أنه تحصيل حاصل كون أنا من هذا الرأي.
طبعا في مشكله بالحصه بالحقوق المسيحيه التي اهدرت خلال ممارسات الوصايه السوريه والاحتلال السوري، ولكن نحن في دستورنا تقريبا المناصفه مصانه. هلا للوصول الى حقوق المسيحيين كما حقوق باقي الطوائف يجب علينا ان نحتكم الى الدستور. ما في شك انه بعض الممارسات السابقه خلال الاحتلال كل القوى السياسيه اخذت من بعض المواقع المسيحيه واخذت من حقوق المسيحيين، ولكن مقاربتنا تختلف عن التيار الوطني الحر بما هي انه نحن بحاجه الى حوار، بحاجه الى انفتاح، بحاجه الى الكلام والبحث مع الفرقاء السياسيين الاخرين. ما حصل هو انه الوزير بسيط بممارساته وباسلوبه السياسي، يعني الى اي منطقه ذهب الى طرابلس عن المشكله، ذهب الى البقاع الغربي تحدث عن الداعشيه السياسيه وانه جماعه المستقبل يلبسون كرافتات وهم دواعش بكرافتات، راح الى الجبل عمل مشكله مع الدروز من بعد مصالحه اقامها البطرك الماروني والزعيم الدرزي ولي الجملاط، نعت الرئيس بري الزعيم الشيعي بالبلطجي إلى آخره. وبالتالي هذه المقاربة السياسية هي التي أثارت الحساسيات وجعلت منهم أنه يتكلمون كلاما طائفيا وفئويا، ولكن نحن بحاجة إلى معالجات كبرى. اليوم مش وقتها، يعني لما بتحكي عن دولة مدنية والناس في الشارع موجوعة من الغلاء المعيشة، موجوعة تنادي بالطبابة، تنادي بحقوقها المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، وضع الليرة دقيق، وبالتالي مقاربة هذا الموضوع بدها حوار بهدوء. تمام. أسف منك لضيق الوقت ريشار قيوم جان وزير الشؤون الاجتماعية المستقيل، كنت معي عبر سكايب من بيروت وما زلنا في بيروت. تنضم إلينا عبر الهاتف من ساحة رياضة الصلح ببيروت سيدة نعمة بدر الدين الإعلامية والناشطة السياسية. كيف كان وقع كلمتي الرئيس عون والوزير جبران على الساحات المشتعلة أو الاحتجاجية في لبنان نعمة؟ عفوا يعطيك ألف عافية. بما أني في يعني ساحة رياض الصلح، هل ممكن أن تعيد السؤال لأنني لم أستطع؟ أنا أصداء كلمتي الرئيس عون وجبران باسيل منتصف هذا اليوم على المتظاهرين في رياض الصلح، كيف كانت؟ بداية نحن يعني لازلنا على موقفنا في البقاء في الساحات حتى تحقيق مطالب ملموسة، يعني البدء مباشرة في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة، وقد أعطينا حتى مساء الثلاثاء حتى نسمع أخبارا جيدة تشعرنا أن هناك تجاوب من قبل السلطة السياسية بكل أركانها مع مطالب هذا الشارع. اليوم طبعا للتيار الوطني الحر الحق المطلق في النزول إلى الشارع والتعبير عن رأيهم ودعم العهد، طبعا لأننا نحن محرية التعبير والحق في التظاهر، ونحن لا نريد إلغاء أي جمهور، بالعكس مطالبنا واحدة، وأعتقد أن جمهور التيار الوطني الحر وجماهير الأحزاب الثانية تريد نفس المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي ننادي فيها. أما عن خطاب رئيس يعني التيار الوطني الحر جبران باسيل، فمن حيث مضمون الخطاب الذي تعلق برفع السرية والمحاسبة الفساد ورفع الحصانات والتوجه نحو بناء دولة، فهذا خطاب جيد، لكن التيار الوطني الحر يملك عدد كبير في المجلس النيابي، جزءا ايضا من كتله وزاريه كبيره، فكيف نريد ترجمه هذا الخطاب الى الواقع؟ هذا هو السؤال. كلمه رئيس الجمهوريه حين قال يعني كلنا يعني كلنا او كلكم يعني كلكم بنحبكم، هذا خطاب يعني عاطفي، ولكن ايضا نريد الترجمه. نحن نشعر أما خطابات السلطة الأخيرة، يعني إن كان السيد حسن نصر الله أو إن كان الرئيس للتيار الوطني الحر أو رئيس الجمهورية،
بدأوا بأخذ الشارع بعين الاعتبار واعتبروا أن هناك معادلة وطلبوا من الشارع الضغط باتجاه تحقيق المطالب التي تتعلق بمكافحة الفساد. يبقى وكيف ترد السلطة بخطوات ملموسة بتشكيل حكومة ذات صلاحيات تشريعية بدل رمي الكرة للمجلس النيابي الذي كلنا نعلم أنه في حالة انقسام كلي وعمودي، وهناك فريق في البلد ضد فريق آخر ويريد استخدام الشارع للضغط على الفريق الآخر. نعم شكرا جزيلا. لسنا مع فريق ضد فريق ولسنا لنصرة فريق على آخر، كل ما نريده هو تشكيل هذه الحكومة. وضحت الفكرة. الحكومة من وجوه ليس عليها شبهة فساد، معاييرها النزاهة والكفاءة. لا نريد حكومة تكنوقراط مرتبطة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكان لدينا في الحكومة وجوه تكنوقراط فاسدة. شكرا جزيلا. يا حكومة تستطيع كتابة كيان وزاري يحضن المقاومة وبذات الوقت يستطيع تنفيذ قرارات الحكومة. أشكرك الحكومة. شكرا جزيلا السيدة نعمة بدر الدين الإعلامية والناشطة السياسية، وأتأسف منك لضيق الوقت. كنت معي عبر الهاتف من ساحة رياض الصلح ببيروت. المسائية مستمرة وبعد الفاصل باقي فقراتنا وفيها قراءة في الصحافة العالمية، ابقوا معنا.